قفل الملف الشخصي كل عليك انك هتيجي، ده الملف الشخصي بتاعك اهو، في صور اهي وعامة اهي، هتروح راجع لورا كده، نرجع لورا، بعد كده هننزل تحت كده، هنيجي عند 3 شرط ندوس عليها، وبعد كده ننزل تحت هنا كده، هنلاقي الإعدادات والخصوصية، بعد كده الإعدادات، بعد كده اللغة والمنطقة، بعد كده لغة الأزرار والعناوين، بعد كده هنقعد ننزل 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 لحد ما نلاقي اللغة دي أهي كده، اتحول الأكونت اللغة غريبة كده، ترجع لورا كمان، ترجع كمان، كل اللي عليك إنك تدوس على الـ3 شرط دي تاني وتنزل تختار الإعدادات، بعد كده تختار أول حاجة برضو، وبعد كده تقعد تنزل 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 لحد ما تلاقي دي كده أهي، بعد كده تروح مختارها وتروح دايس هنا عشان تعمل لوك الأكونت، دوس أوكي كده، اللوك الأكونت كده اتقفل. عايزين بقى نرجع اللغة تاني، هنروح راجعين لورا أهو، وهنروح دايسين على الـ3 شرط دي، ونيجي ندوس على الإعدادات وأول واحدة أهي، ونيجي عند اللغة، اللغة دي اللي هي بيبقى عليها كرة أرضية كده، ندوس عليها أهي، وبعد كده ندوس أول واحدة فوق، وبعد كده نختار اللغة العربية، وبعد كده نرجع لورا، نرجع كمان، نيجي. شكرا جدا ليكم، متنساش تعمل لايك وتشترك معايا في القناة.